يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كانت العرب حفظكم الله ترسل أبناءها مع المرضعات أو للمرضعات، فهل هذا العمل يصح في الإسلام؟ وإذا كان يصح فما توجيهه وما بيانه؟ لا بأس بذلك، تسترضعوا لأولاد ما في بأس هذا، والعرب يعملون هذا من باب التربية للأولاد، يخرجونهم للبادية من أجل أن يتربوا على القوة وعلى الشهامة وعلى عادات العرب الأصيلة، هذا قصدهم، هم قصدهم الرضاع فقط، يصدهم أن الولد يتربى عند البادية على الشجاعة وركوب الخيل وإلى آخره، والقوة الشهامة، ويتربى على أخلاق العرب وعاداتهم الطيبة. نعم.